السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيداتي أنساتي سادتي، حابين نتكلم اليوم على موضوع الصيانة عند الوكيل. إيش الصيانة؟ إيش عقود الصيانة؟ إيش الضمان؟ إيش الضمان الممتد؟ إيش الجودويل؟ كل هذه أمور موجودة. فإحنا بنتكلم بشكل عام عند الوكيل عشان الضمان إيش بيقول؟ الضمان بيقول ما يعني إنه السيارة ما هتخرب، بيقول الضمان إذا 3 سنين أو 5 سنين، بيقول السيارة لو خربت طالما أنت ملتزم بالصيانة اللي أقرها المصنع، فالسيارة القطع دي حتتغير بالكامل على الضمان، فبما يضمن ويريح راحة البال للمشتري. طيب الآن إيش الضمان؟ الضمان مثلا من المصنع، من الصدام للصدام including الباور ترين، الماكينة، المحرك، الجير بوكس، ما عدا القطع الاستهلاكية اللي هي بنتكلم على أقمشة، مثلا بواجي، سلعة استهلاكية اللي بتستهلك، هذه ما عليها ضمان. لكن لو لا سمح الله تكييف، كمبيوتر، شيء جير بوكس، شيء يتعطل في السيارة مكلف، هذا اللي هو يغطي الضمان طالما أنت ملتزم بالصيانة. هذا الضمان والصيانة. طيب الصيانة المعتادة بيقول المصنع عشان يضمن السيارة تكون ماشية، لأنه خصوصا قايمة على بنزين واحتراق وانفجارات داخل المحرك وتكييف حرارة، في قط يعني بنتكلم على فوق 9 كيلو أسلاك داخل السيارة، بنتكلم على يمكن أحيانا على حوالي 2000 قطعة داخل السيارة تكون موجودة. فعشان القطع دي كلها تشتغل إن هارموني بتناغم مع بعض، محتاج عملية مراعاة وعناية واهتمام من زيوت، بنزين، إخلاء وخلافه. طيب هذا الصيانة في منصوص عليها جدول صيانة، كتيب صيانة، كتيب ضمان بيجي في السيارة، وإيش المطلوب، حتى عملية تمرين السيارة كل شيء بيكون موجود، نوعية البنزين موجودة، الواحد يمشي على الخطوات اللي قال عنها الصانع عشان السيارة تعيش معنا عمر أطول بمشاكل أقل وبتكاليف صيانة أقل. الضمان زي ما قلت حسب ضمان المصنع، ممكن اروح في بعض الشركات بتدي ضمان اضافي بمبلغ اضافي، ممكن تشتري الضمان هذا، والضمان ممكن يكلفك مبلغ بسيط بحيث انه يصير بعد الضمان 2 أو 3 يصير 5 سنين، بدل ما هو مثلا 100,000 كيلو ممكن يكون 200-250,000 كيلو الضمان، وفي بعض الضمانات بتكون مفتوحه الكيلومترات، فراح تبال اكثر للمستهلك انه لما يشتري يدفع مبلغ بسيط زي الاكسسوارات. بس هنا اكسسوار في راحه بال انه بيحافظ على السيارة عمر اطول. طيب في عقود صيانة، عقود صيانة مثلا في شيء يجي مشمول في السيارة وفي شيء الواحد ممكن يشتريه، يقول لك والله احنا نديك عقد صيانة 3 سنين 60,000 كيلو، مثلا 4 سنين 100,000 كيلو، الخ، بمعنى انت عليك البنزين والفرامل والباقي كله مشمول، مكفول، محمول، متدلع بالكامل يا مستهلك، وانت مريح بالك. يعني حتى وقتها اذا انت ما انت فاضي أبعت السيارة مع السواق للوكيل بيعملوا له الصيانة، وبعض الوكلاء بيبعت لك لغاية عندك يشيلوا السيارة يعملوا له الصيانة ورجعوا لك تاني، فكلها من خدمات الجميلة في راحة البال. طيب اتكلمنا على الصيانة، على الضمان، واتكلمنا على الضمان الممتد. من البديهي طبعا انه لازم استهلاك تغيير قطع غير اصليه، من البديهي انه كل ما تروح السياره عند الوكيل او مركز معتمد من لدى الوكيل في الصيانه بتكون السياره تحت الضمان. حتى وزاره التجاره لما اقرت انه عمليه الصيانه خارج الوكيل كانت بشروط محدده اللي هي قال عنها الصانع واصرت عليها، قالت لك انها التزمت فيها فانت ضمانك ما يسقط، ان خرجت عنها او حبيت توفر زياده بعض الاماكن تحب تتشطر شويه انه لا تعال عندنا، فبيضرك انت كمستهلك. فالاستثمار اللي دفعت قيمته حرام انك تخسر الضمان ده مقابل توفير بسيط هنا وهناك. فيعني عملت السيارة بالمعروف واشتريتها باحسن ما فيها، كمل صيانتها باحسن ما فيها لانه انت المستفيد فيها في الاخر. ختاما حابب ان شاء الله نكون توفقنا وقدرنا نديكم معلومات كامله عن الضمان، عن الصيانه، قطع الغيار، الامور هذه كامله. في شيء يسموه جودويل، انه اذا العميل ملتزم بالصيانه تماما ولا سمح الله شيء خرب خارج الضمان والعميل كان فعلا ملتزم بالصيانة، أحيانا المصنع يكون إيش بيدوله حاجة بادرة حسن نية، إثبات حسن نية، وإنه صلحوا له شيء بسعر مخفض أو أحيانا ببلاش أو بنزلوا عنه يعني مو بس يكون سعر مخفض، يكون متحملين عنه جزء كبير جدا، فهذا يسموه جودويل. شكرا لكم وتابعتكم كريمة، أتمنى إن شاء الله كنا توفقنا وشرحنا لكم كل شيء على السيارة لفائدتكم، وأي معلومات حابينها أو أسئلة إضافية على هذا الخشم إحنا حاضرين. شكرا لكم، شكرا لشركة فورد، وشكرا لوكالات الجزيرة، وشكرا لمشاهدتكم كريمة. شكرا لكم.